يقول: بعض من الناس كثيرا ما يجري على لسانه اللعن سواء كان من الصغار أو من الكبار، فما نصيحتكم في هذا الأمر؟ لأن تربيته سيئة، هذا ما ربي، اللي تعود اللعن واللغو والكلام السيء هذا تربيته سيئة، ما ربي على الخير وعلى، فيجب تربية الأولاد عن مثل هذه الأمور. نعم.